السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، مرحبا بكم شيوات أم سليمان مرة ثانية. اليوم ما جبتكمش الماكلة ني الحلوة، جبتكم غير هادشي باش نوريه لكم كيفاش كنعدلو. الناس طلبوني بزاف كيفاش كنعدل هادشي هذا. هذاك ديال التشي ديال الحليب، الحليب غابرة قالوا لي نعاودو، أنا كنعاودو لهم 200 غرام ديال الحليب غابرة مع 100 غرام ديال مع 200 غرام د الحليب نسلين، 100 غرام د السكر كلاص. هادو غنعجنوهم مع بعضيتهم باش كنخرج العجينات باش تزوق بها الصابلي، تعمل بها البونبونيس، تعمل بها اللي بغيتي. هذا جبتكم قياس غير صغير. وهادو الشوكولاط بياض والشوكولاط كحال بلا جيلاتين بلا حتى شي حاجه، غير الشوكولاط وهذا غلوس غلوكوسا، غير هادي صافي ما كاينش. لا حيت انا كنشوف بزاف كيعملوهم بجيلاتين، هادو ما حتاش يتعمل جيلاتين. غير كنشبر هادي هنايا دغيا هيدا حدو التشكيله باقي باقي سخون. هذا الشوكولاط شوكولاط بيض 200 غرام د الشوكولاط كحال اولا الشوكولاط بيض بحال بحال 200 غرام 200 غرام و 120 غرام د غلوكوسا. ها هو انا كنجيبو من المغرب، ها هي غلوكوسا انا كنجيبو من المغرب، كيتباع هنايا بالحق انا كنجيبو من المغرب. ها هي نكبو عليها 120 غرام، كنسخنها واحد الشتيتو وخصك دغيا دغيا تبقى تخدمه كتبقى تقلب بوحديتها. ها نتوما عادي تشوفو كتبقى تحرك وهي كتقال. ها شو ها هي شو هي بدات كتقال، شو كيفاش كتقال، شتو كيفاش كتقال بوحديتها بلا ما تعمل لها جيلاتين لا حتى شي حاجه غير هيدا. وكتخرج الماسه ديالو مزيونه وتعدلوا بها اللي بغيتوا. هذا كحال عاود تعدلوا به الوريده، تعدلوا به بزاف د الحاجات اللي كنعدلوا بالشوكولاط بيض كامل تقدروا تعدلوه بالشوكولاط كحال. عيد الشوكولاط بيض تقدر تنولو، هذا ما تنولوش. هذه العجينه ديال الشوكولاط كحال، ودابا غنعمل الشوكولاط بيض. الشوكولاط بيض تبقى تعمل الشكل، انا عملت لكم غير القياس الصغير، تعمل به الكولوريس اللي رشقت لك عليها ما احسن من كحال. كحال كتقدر تخدمو بعده حاجات ولكن ماشي بزاف، بحال البيض كتنشكلو. ها هي 200 غرام د الشوكولاط بيض، 120 غرام د غلوكوسا، بحال بحال الكحال وبلا جيلاتين بلا حتى شي حاجه. غير شنو ملي عنسالي خصك تلويه في ديك بابي الكاريت غذائي كتمشي للهضره الاسبانيوله، وتخليه مثلا فحال تعملو بالليل حتى لغدا ان شاء الله عاد تحتاج عاد تعمل به الحاجات. ها هو ها شتي كي دغيا كيبقى يتقال، ها هو دغيا كيبقى يتقال وباقي كيزيد يتقال. وقد ما لويناه هيدا في الكاريت ونخليوه حتى غدا كيرجع عجينه لاستيكا، كيرجع فحال تعمل به اللي رشقت لك، تزول تعمل كولوريس تعمل به اللي رشقت لك. انا دابا غير كنوريكم طريقه استعمال كيفاش النيه، ومن بعد ان شاء الله نعمل لكم الوريدات والحاجات باش تشوفوهم. هذا عندي هنا 200 غرام د الحليب الحليب ناشف، هنايا 100 غرام د السكر كلاص كنخلطو مع بعضيتهم. وهنايا الحليب نسلين، انا قلت لك 200 غرام الا ما شتيه ما جالك شي هو هذاك، حيت انا قسمت هاد القياس. الا شتي ما جالك شي تقدر تزيد شويه د الحليب غبره د الحليب عفوا د الحليب نسلين حتى يفزق لك مزيان وصافي. انا هذا عملته قدامكم، حتى هو عمل له الكولور اللي بغيتي اللي جالك على البال تعملو. هذا كيدي حتى 300 غرام د مليمتر د د الحليب نسلين. هذا عندي هنايا 200 غرام د السكر كلاص، انا باخر عملت صابلي وزوقته بديك الفانيدي والصفار وهذه، وسقساوني الناس. انا قلت لهم في الاخر هذا زوقته بالسكر،
وقالوا لي خصهم يعرفوا كيفاش نوع هذا السكر. ها هو السكر انا كنوري له اللي سقساني وقال لي شي حاجه كامل نعاودها له قدامه باش يشوفها مزيان. ها هي 200 غرام د السكر. هنا عندي شويه د الماء والمزهر. ها صافي كنعمل غير هكذا بشويه بشويه، ما تقدرش تعمل المديده، غير شويه بشويه غادي تشوف كيفاش غادي يجي. كنعمل له هيدا كتبقى تخلط. ها هو هذوك جوج ما قدوناش، نزيدو واحد جوج اخرين. هيدا خصك شويه بشويه، ما تقدرش تكب في دقه واحده حيت السكر كيطلق. دابا كنضن مزيان صافي، ما نزيدوش، كنخلطو هكذا مزيان كنخلطو. ها هو كيرجع في واحد الكريمه هيدا، وداك الساعه نيته كنشبر وكنقسمو. الا بغيتي هاد القياس اللي عطيتكم دابا، القياس غير صغير بزاف، 200 غرام مع 4 الكوتشرات الماء الدالي انا. والا شفتو خفيف جاكم نتوما خفيف، زيدوا شويه السكر ونبينا عليه السلام. ماشي شي حاجه اللي ساهل، ما فيه حتى شي صعوبه حتى حاجه. ها ديك الساعه نيته كتعمل مثلا الا بغيتي تعدل ثلاثه، الا عندك بزاف الصابلي وبغيتي تزوقو اعمل ثلاثه طويسات بحال هيدا بالكولوريس اللي رشقت لك، وبغيتي تخليه بيض خليه بيض، بغيتي تعمل الكولوريس اعمل الكولوريس. الكولوريس باش كيجي مزيان كتغطي الصابلي هيدا وكطلعها. ها هي هاد الكريميتا هادي هي اللي كعملت نوبه اخرى في الصابلي وسقسيتوني عليها، هي اخرى بالكولوريس هادي بلا كولور. عندي وحده بيضه حتى هي كنزيد فيها الغبره بيضه باش كتزيد تبيض بزاف. ودابا ها هي فينيا، بغيت نوريها للناس اللي سقساوني وشكرا، وملي نوجدو نرجع تشوفوه. بعد ما عجنا العجينات ديالنا ها هما فين هما د الشوكولات، ها هو د الشوكولاته كحال. عملت هنايا 200 غرام د الشوكولات كحال ذوبتو، و100 غرام 120 غرام ديال قلوصه ها هو فين هو وعجنتو. حتى هي سخنتها باش عجنتو، ما كتعجنش بزاف دغيا عي كتبقى تلويه بلا ما تعملها جيلاتين بلا حتى حاجه. ها هو شوف كيف كيرجع، وملي كيبقى حتى لا غدا عاد تعملو كيزيد يوقف. ملي تجي تخرجو من النبيره خصك تسخنو بيدك عاد كطلقو. ها هو عاود الشوكولاته بيض فحال فحال، 200 غرام في 120 غرام قلوصه ها هما فحال فحال كيخرجوا هيدا. دابا غنعملو في النبيره، خصهم يبقاو بالاقل 24 ساعه اولا 13 سوايع، ولا عملو بالليل وخليه حتى لا غدا عاد تحتاجو. ضروري يبقى في النبيره ساعات باش يعطيك النتيجه مزيانه. وهذا هاد الحليب غابره، هذا الحليب غابره عاود اللي بغيتي تعمل به صابلي بونبونيس تغلف الطرطه اللي بغيتي، صابلي حتى هو اللي بغيتي، اللي بغيتي تعمل به تعمل به. عيش النو الكولوريس في البياض، عمل اللي رشقت لك هذا في الحليب ولا في الشوكولاتة عمل اللي بغيتي. وفي الكحل كيبقى انا غادي نعمل به واحد الحليوه، بغيت حتى الكحل. وها هما قدامكم وشتم. هذا الفيديو فيه غير هذا الشيء هذا حيت الناس طلبوه لي، ونتمنى يعجبكم ويفيدكم في شي حاجه مزيانه، ونتمنى على الله ان شاء الله يلاقينا بشي ساعه سعيده معكم وفي مع شيوات ام سليمه اللي ما جيني ان شاء الله.